جانب خاصو يحيد لك الوالدة. خاصو يحيد لي الوالدة. قال لي واه انت يا بنتي سيري وفكري يعني طولت. تخيلت الحلم كل ما ندير لي ولي ولي. يطلع معاك النهار انا فرحانه بزاف والله. شرف لي والله الا شرف لي والله. وكنتمنى لك النجاح ديما في حياتك يا رب بحق الله. ديما ديما ان شاء الله تكون ناجح والله يسر امورك. شكرا على هذا الحب هذا. شكرا ليك سي الله يفرح قلبك. لا والله يا ربي امين يا ربي امين والله. القسم راك عزيز والبرنامج ديالك زوين زوين بزاف بزاف. انا من المتابعين ديالك. شرف لي شرف لي هذا الشيء. الهضره تفرحني والله الا تنفرح من قلبي. لا والله انا كنت من المتابعين ديالك وما كنتش عارفه بان غادي واحد النهار غادي نكون يعني غادي نهضر حتى انا على القصه ديالي وعلى حياتي. مرحبا بك. شنو اسم مصالح تعطيني؟ ندير مريم. شنو نديرو؟ مريم. الله يحفظ اللهم احفظنا. قال لي جا تكون سميتهم مريم تنقول القصص ديالهم تيكونوا صعاب. مريمات قال لي تيختاروا غير تيقولوا لي مريم تنعرف راه شي قصه صعيبه ولكن نتمنى وان ما يكونش قد داكشي اللي سمعناه. مريم فريمون نورتيني انا متشوق نسمع قصتك. ربي يخليك. تفضلي الا كان الصوت ديال مريم واضح كلشي كتب لي 5-5 نتمنى انا صوتك يكون واضح. تفضلي مريم عاودي كاع داكشي اللي بغيتي حيت نسمعوك. بطبيعه الحال الصوت ديالي مبدل مغاير يعني. مبدل. سيدي انا مريم كنقول لك تابت في واحد المدينه اللي سميتها لوح ديال بني ملال خيبه. جيت لمدينة سلا انا عندي شي 5 سنين بحال هكاك يعني كنا عائله عاديه. عندي خويا واختي كبر مني. الوليد كان كيخدم غير كل مره شنو كيدير هو اصلا كيخيط. بقينا تما عايشين مرتاحين وكل شيء. شويه قالوا له خوتو علاش ما تجيش لسلا ولا الرباط راه مزيانين والمدينه وولاد كيقراو ويتعلموا ويديروا. بقى كنفكر جينا لمدينة سلا. الوليد ديالي ماشي دوك العيالات القدام اللي ما كيخرجوا ما تيعرفوش بزاف الزنقه ما تيعرفوش. جينا تخيل ان كانت عندنا دارنا حنا ديالنا وحديتنا طرقه. جينا ولينا كريم بيت يعني حنا كتا ديال الدراري جوج بنات وولد وعاد الوالد والوالدة كريم بيت في وسط الجيران. يعني كانت واحد المعاناة من نجم لهاد المدينة هادي معاناة صعيبة بزاف بزاف بزاف. بقينا الوالد تيقول لهم انا ميمكنليش نبقى جالس خصني نخدم. بدا تيجيب الحوايج تيخيط جلالب مدة شي 3 شهور 4 شهور بحال هكا. المهم شي شهور دوزناهم في داك البيت. الوالد جاب ديك النية ديال ديك البلاصة اللي كنا فيها بأن إلا شي حد كيتخاصم تيخرج يفك إلا شي حد تيدابز تيدافع عليه. في الليل جالسين تعشينا بحالنا حنا في فرنسا. حنا عندنا هاد القضية هادي واحد المرة بالمناسبة سمح لي قاطعتك. احنا في فران مثلا تنشوفوا جوج شي دابزو تنفكوهم وهادي وما حيت ما عندنا لا مواصله والو. تينا مشيت لسلا بانوا لي جوج شي ضاربوا وكنت مع الدراري غادي باش نفكوهم. تيقول واش هذا الزلين المواس وانت غادي عندهم هذاك الشيء. حنا راه كل واحد يدخل سوق راسه فري. تقول لي الوالد الله يرحمهم بجوجهم وما توفى الله يرحمهم. تتقول لي ما تخرجتي. يقول لها ويلي ما يمكنش تلقيني. وخرجوا انا شاده لها في رجليها لتحت وتنشوف داكشي ملي خرجنا. مولات الدار كتغوت هي وبنتها كتقول عتقو خويا تي الدار هو راه ماشي خوها. جا شي حد وما كيحسبلوش حد حلف فافي وجا يضرب. هو راه كان شي حد مسؤول في ديك المنطقه بلا ما نذكر الاسم ديالو. مسؤول دايز هو مرته في الطوموبيل تعرضوا ليه عصابه. تفرصوا له على مرته قدامه. ناض هو مشى بحكم السلطه اللي عنده طلق العسكر انه راه دابا كاين اللي غادي يسمع هاد القصه هو عارفه وراه غادي يتذكر بان فعلا هاد الشيء راه واقع. طلق العسكر ديالو قال لهم شوفوا اللي تلقاوه قدامكم قتلوه. هاد القصه راه واقعيه وراه شحال واحد غادي يعرفها. بلاتي واش قتلوه بالعصا؟
لا ضربوا اللي كيموت واللي بقى مهم ضربوا في داك الشيء في فيلم امريكاني دابا هذه القصه وقعت شحال باش وقعت هذه القصه وقعت في 90 في 90 شي مسؤول شدوا ليه مراته وتكرفسوا عليها وسخر هذوك اللي زعما السلطه وقال لهم اللي شديتوه وكلوا ليه العصا لقيتوه ضربوه عرفتي دوك اللي طلقهم اللي ديك البانده على جبهتهم يعني قلت لك بحال فين انا كنعقل بقى صغير وتنشوف داكشي بعينيا ودوك السناس اللي باش كيضربوا وما لابسين دوك الصباب ديال البرود كانت واحد الراجل مسكين خرج غير من الحمام ضربوه قتلوه تضرب مات الوالد ديالي خرج ضربوه لراسو دار عملية في الراس هرسوه من رجلو من يدو كله الدقدق قلت لك فيلم امريكاني الناس نعسه في الزنقة والدمية تجري هادشي كان كطرا في التسعينات في التسعين العام ديال التسعين انا قلت لك هاد القصة شحال واحد غادي يعرفها حيت راه كانت يعني بات بوم حنا كنا كنقلبو سلا سلا اول مرة نسمعها واش عارفين هاد القصة لا راه كملي لي الوالد ديالي ما لقيناهش ما لقيناهش خويا تيقلب عليه لقيناه عامر دمايات يعني ناعس والدم غادي منه بحال الواد حيت مني ضربوا الناس صافي ركبوا في الكاميرات ديالهم والطوموبيلات ومشاو في حالاتهم بداو الناس تيخرجوا عرفتي راه قلت لك راه موسم داك شي فيلم امريكاني اللي وليت انا دابا مش كبرت وشفت افلام امريكانيه بحال هكا والوالده كتبكي وما عارفه شنو دير داوه للسبيطار تخيل كيهزوه بليزر حيت الحمو ما تقدرش تقيسو ما تقدرش تحط يدك على شي حاجه في الدم ديالو صافي بقى شي شهر هو بعدا في الانعاش ما كيشوفو حتى شي حد خرج جا لديك البيت اللي حنا كارين بقاو الناس يقولوا راه غادي تجيكم المعاونه راه الملك المنصور غادي وفعلا الله يرحمه وينصر سيدنا محمد السادس صيفط لهم مليون الواحد وقال لهم من بعد غادي يكون عندكم شي دعم انكم تبقاو ديما تتعيشوا به ما كاينش الا هو خرجوا المهم انهم ما وصلوهمش بقات الوالده ما عارفاش شنو غادي دير في حياتها عندها ثلاثه ديال الدراري والراجل طيح في الركنه وما عندها ما كيدخل على حتى شي واحد شي حاجه وما كتعرفش شلحة ناضت تتخدم عند العيالات تتخدم في الديور تتخدم مش حكي عطاو هذيك الساعات عطاو 600 درهم و 400 درهم تخيل اخويا بدر واش ديك 600 درهم و 400 درهم واش غتوكل لي بها ولا غتخلص لك ولا غادي تداوي بها الوالد كي غادي دير تجي كتبقى تبكي وانا صغيره ولكن هز الهم معاها ومن انا صغيره جات واحد المره قلت لها وعطي بنتك تخدم قلت لها اش تخدم قلت لها راه هذه راه خصها هي اللي تخدم عليا باقي انا ولادي صغار قلت لها لا غير عطيها ليها راه غتبقى غير تسخرها للحانوت وبالفعل يعني مشيت عند ديك المراه غير كتسخر نمشي نجيب ليها شي حاجه من الحانوت ندير نوصل يعني ماشي كندير الشغل الكبير شحال ديك الساعه كتعطيني حتى هي 600 درهم في الشهر شويه وصلت لي 100 درهم في الشهر بحال ما عرفت شنو كتعطيني وتخيل اخويا بدر تنعس انا بالجوع وانا صغيره شكاش في عمرك شنو نقول لك كنت عندي ديك الساعه يعني انا بنت 83 بنت 83 وفي 90 يعني رانا باقا صغيره بزاف كاع تنقول لها راه فيا الجوع تقول لي سيري تجلسي يعني ما خصنيش نقول لك شي حوايج انا كنت باقا كندير بيبي في حوايجي والله القسم انا فاش شدتني كندير بيبي في حوايجي مازال صغيره ايدان مازال صغيره بزاف تنقول لها فيا الجوع تضربني وضربتني في الصنداله وبقى لي مطراس ليا حتى كبرت وبقى في الحمل الصنداله ديال الميكا وملي تجيني تشوفني وتدي الفلوس تنبقى نضحك نقول لها من بكي ما نقول لها والو باش ما حيت هي محتاجه اللي عاونها وبقيت هكاك بقيت خرجت من عند ديك السيده وبقى الوالد مده 3 سنين ولا 4 سنين هو نفس حيت ما كاينوش مهرس فرش ليه مهرس كتفه ونضرب في راسو جوج ضربات وحده دار فيها عمليه وحده بقات بحال هكاك تخيل حتى كبر حتى مات وبقى ديك الضربه داتو
راسو محفر وديك الضربه ديال كتفو محفره ورجليه ما كانش كاع كيوصل البرد يبقى مسكين تيشدو الحريق فيها الله يرحمه الله يرحمه ويستر عليه. خرجت من ديك السيده مشيت عند واحد المراه اخرى ديك المراه داتني باش نربي لها ولدي يعني نقابل ليها الولد كتهزني كتديني عند امها انا وولدها وديك امها كدوزات عليا ما نقولكش تخيل كنعس في الكوزينه واحد المره نعستني في التواليت ما كاينش بنتها باتت هي والراجله في دارها وخلتني انا والولد عند امها نعستني في التواليت ديك امها تقول لها انا امها تبكي تنقول لها علاش تديري معايا هادشي تقول لي يا الفاعله يا التاركه يا المسخه وانا اللي انا مسخه علاش كتعطيني علاش انا الولد كنهزو من القول لعب معايا علاش انا كنهز تعطيني انا وحده مسخه يعني انا كنت صغيره ولكن كان عقلي كنعقل على كل شيء كل شيء تيبقى لي في بالي يعني بحال ناضجه صافي وغرق ان السن ديالي صغير واحد النهار وانا من العلاجات لقاتني عرفتي فيا السخانه قلت ليها راه كتضربني وكدير ليا قالت لي لا ما يمكنش قلت لها والله الا كتضربني ولا ظهري كيضرني بداك البرد حيت كنحس من نمت ونابت هي واحد النهار نيت بقات تضربني وتنقول ليها وأبعد حيت بنتها كانت خدامة في شركة ديال واحد شركة ديال الطوبيس دخلت لي الوالد الخدمة قد تطلبها أمي من بعد يعني هادشي من بعد ما ولا شي شوية ولا كيوقف على رجلي ولكن ما كيقدرش يزيد بزاف قلت لها شوفي لي شي عسل وخا يشد عليه كرسي ويجلس أنا طولت عند ديك السيدة غير باش تبقى تعطيهم دوك الفلوس أنا بالنسبة لي ديك 100 درهم اللي كتعطيهم بحال لا معطيهم شي حاجة كبيرة بقات هكا طلباتها فعلا شفت لي خدمه صراحه في هذه دارتها زوينه شفت الخدمه اساس شد ديال الكرسي تيحدا شكون دخل شكون خرج كتضربني تنقول لها شوفي غير ضربي لي غير ديري فيا اللي بغيتي ولكن غير ما تخرجيش ليا با من الخدمه تقول غير ما تخرجيش با من الخدمه بقينا هكاك واحد النهار تخيل انايا هزيت جاني الجوع هزيت شويه ديال العلم من الثلاجه كليت كتلة ديال العصا هذا الماكلة ما كناكلش ما ديما انا فيا الجوع وديما سخانة واللبس ما كنلبسش ديما عريانة تخيل واحد النهار جاتني السخانة في الليل كنتقلب بوحديتي وكتشوف فيا السخانة ومشات نعست سدت عليا وراجلها وخلوني انايا لا دواء لا غطا لا حتى شي حاجة داك النهار ما يتنساش لي حيت بحال جاتني الموت تنحط وجهي في الدس كنتقلب في الدس والو الصباح انا دزت قلت لي علاش ما وجدتيش الفطار وقبل بعد داك النهار ديال العنب طلعتني للسطح وكان الشتا والبرد الشتا والبرد وطلعتني ونعساتني في السطح عريانه وكتجيب الماء بارد وكتكبو عليا تخيل واحدة بقى صغيره كتجيب الماء بارد واصلا كاين الشتا والبرد وكتكب عليا بالماء بارد واو ثلاث درجه ويلي معرفتش اخويا بدر شنو الحياة عندي ما بغاتش تقد ليا معرفتش علاش يعني انا ملي كنت صغيرة تحرقت فاش ليا كنت صغيرة تحرقت وانا عندي عامين بحال هكاك تحرقت الوالدة وانا صغيرة ومني كبرت شوية انت كتشوف يعني بدات المعاناة ديالي المهم بقيت واحد النهار وانا نجي عند هيدا قلت لها شوفي هذيك السيده راه ما غاديش نعرف نرجع عندها راه كتعدى عليا تصدمت بقات هي كتشوف قالت لي هادشي كله عشتي هما قلت لها راه على وديتك انا ما بغيتش نقول لك عيط شفتك هز الهم قالت لي لا وكون قلتي لي المهم بقينا قلت لها عرفتي شنو دابا هي جابتك باش كنت كتجيبني كتحطني كترجع تاخذني في العشيه يعني حتى والديا ما كتشبعش الشوفان فيهم قالت لي سيري معاها والمره الجايه ملي غتجي راه ما غاديش ترجعي انا اللي غادي نجي نجيبك نقول لها راه بغيتي بنتي راه غادي نسافر جات عندي الوالده قالت لي يلا راه غادي نسافر وانا خواتك يلا تمشي معايا انا وخوتك قالت لها صافي غير خليها نديها معايا تفرش شويه وراه غادي نجيبها لك جيت ما عرفتش عندها جيت مشيت خدمت بقيت بلا مره كنخدم عند شي حد ونعاود نخرج نخدم حتى درت 20 سنه
وبقى الوليد داك الحريق فيه وبقى ومشى سول قال له ليه راه فعلا سيدنا الله ينصرو راه خرج للناس ولكن انت راه داك الشيء ديالك راه تكال راه ما كي يعني شحال من واحد خرجوا ليه داك الشيء الدعم ديالو الكر ما عطاوهش ليه راه خرج هو دار الواجب ديالو ولكن راه ما وصلكمش بقى مسكين يشدوا الحريق مشي للسبيطار يعاود يدير السكانير يعاود ياخذ الدواء كيوصل لبث الدروج ليه بقات ما كتعاني معاه يعني كتمشي تخدم وكتجي وكتبقى تبكي كتجيب شي حاجه كتحطها لنا كل حنايا كتبقى تفرج فينا تقول لي انا جيت تاكل شي تقول لي راه شبعانه هي اي باش داكشي قدنا حنايا باش تشوفنا حنا شبعنا وتتبدا تبكي تخيل باش تشوفك ممكن ضربت ترارة وكتجيب لي نحن ناكل وهي كتبقى مسكينة شهادة تسمح لي وتسمعني بالعكس يعني الوالدة ديالي الله رحمة داكشي اللي قصته أنا ما عمرني شفت شي مرة قصته وحق له مسكينة بقيت كنت لوح من عند هذا لهذا من هذه الخدمة لهذه الخدمة لهذه الخدمة وصلت 20 سنة خدمت عند واحد من الناس ذوك الناس تقريبا كلهم برا عندهم موت الدير الدياليز الله يرحمها حتى هي ويرحمهم كاملين كلهم توفاو يعني جوج ولادها وهي قال لي واحد فيهم عافاك مي مريضة غتمشي تغير تقابليها لينا وراه ما يخصك حتى شي حاجة قلت لي واخا مرحبا مشيت بالفعل يعني كانوا ناس مزيانين يعني تما فين بديت كنشوف الحياة شي شوية زوينة لأن بالنسبة لي الخدمة راه هاديك راه مزيانة على داكشي اللي دوزت بقيت معاهم الوالدة ديالهم توفات يعني شي جوج صغيرين تقريبا بحال 15 ولا 20 يوم توفات الله يرحمها صافي دوزنا الكنازة قلت لهم دابا أنا يمكن نبقى عندي هنا الدار خصني نمشي في حالاتي قالوا لي لا أنت دابا كتكوني بحال ختنا أنت ختنا الصغيرة غتبقاي كاين لي جوج ولاد يعني تبارك الله راه رجال والبنات في برا في سويسرا غتبقاي في الدار أنت حالة الدار وحنا كاينين وهي خويا اللي كاين هنايا بلا ما نقول الخدمة ديالو باش من ها أنت غادي تبقاي معانا وحنا اللي جا راه الدار مع مرها وراه نبقاو نخلصو بالفعل بقيت هكا شويه هذاك اللي في امريكان وكبر مني بزاف قال لهم انا بغيت نتزوج بها انا هاتني بحال شي بحال شي واحد يضحك زعما انا مقاريه عندي اعاقه في رجلي ومستواي ماشي شي حاجه وبالنسبه هو قال لهم علاش قال لهم هي انسانه علاش بحالنا بحالها مهم بقينا هكاك هو رجع سافر لأمريكا صفت لي باش ندير الوراق إعلان وقفت معي أختو وصابت كل شيء مشيت باش نمشي للسفارة ما وصلتش للسفارة ما قديتش أنا ما قديتش ماشي زعما رفضوني ولا شي حاجة جاتني أنا بقى صغيرة وكيفاش غادي نمشي لبلاد أخرى وأنا ما قارياش وبعيدة على أمي وبا وما عارفاش فين غنمشي جاتني بحال الخنقة قلت لها راه ما قديتش صافي ولكن هو ولا عندي بحال واحد النور في حياتي يعني انه شي حاجه غتنقدني وصراحه المعامله اللي كان كيدير لها معايا مع والدي صيفط ليهم الحوايج هو تما تيصيفط لي اللي بغيتي اللي طلبوها تيصيفطها ليهم تيمرضو تيقول لي هاكي صيفط لي فلوس تقول لي دي با كل ما كل مريض ديال الطبيب دوزي لي درات يعني العائله عارفينو كلشي والديا وكلشي يعني ولاو عارفين مع بعضياتهم هو يمرض مرض مسكين جا داك سيغوز ديال الكبدة يمرض صافي دخل للمغرب بقيت معاه تما مقابله ولكن يعني الأطباء تيقولوا ليهم راه غادي يموت أنا بالنسبة لي عندي أمل لا راه غادي يجي واحد النهار وغادي يتشافى هو كان من داك النوع اللي قوي يعني ما كيستسلمش للمرض هو راضي به ولكن ما كيستسلمش تجوزتي بهذاك ما تزوجناش لا ما مرض صافي ما تزوجناش يلا بقينا عين قابلين وكيمشي للسبيطار كيدخل في غيبوبه كنعيط انا للامبولانس يعني عشت واحد شنقول لك يعني واحد الحياه صعيبه هو بالنسبه لواحد الجانب انه مهلي فيا
زوين، ولكن انا داك الشخص اللي انا غادي نقدميه وشفت فيه الراحه وكل شيء، يعني شدوا المرض وليت عايشه معاه في السبيطارات. تخيل كشو كنت كتعمر له بالماء، كتفرقع جيت البيت كيتفرقع، وكنت نجيب السطو تنعرض ليه السطو باش يعمر. تحتي تعذب تعذب وانا تعذب، تنقول مع راسي ها هو الشخص اللي غادي نقدمي، شوف شنو طرا لي زعما، شنو واش انا اللي فيا شي حاجه ماشي هي، واش انا اللي الحياه ما بغاتنيش، واش انا اللي ما عنديش الحق انني نعيش كيف بغيت. قيلي هكاك خوتو لدرجة انهم بداو تيعياو، عيطت طرالو شي حاجة وليت انا كنعيط لوبيرونس، تقولو لي صافي الا طراتلو شي حاجة بقي انتي تدي الطبيب. لا ما تعيطي لنا صافي، راه هادشي ديالو راه نعينا به، تنعيط لوبيرونس تنمشي معاه تيديرو لي داكشي اللي غيديرو لي، تنرجعو كيفيق تنرجع معاه. حتى لواحد النهار مرض صافي غيب، انا عند بالي راه غادي ندي للطبيب وغادي نرجع انا وياه. ملي مشيت دخل خرج الطبيب قال لي واش ما عنده حتى شي حد في العائله ديالو، قلت له لا كاين، قال لي ورا الراجل الله يرحمه مسكين. جاتني بحال الصاعقه حيت انا ماشي دايره في بالي راه غادي صافي مشى عند الله، دايره بالي بحال ديما رانا ديتو راه غادي نرجع انا وياه، راه غادي يفيق غادي يدوا لي الضو غادي يفيق ونرجعوا للدار. عيطت على خوتي جاو، انا تخيلت مده شهرين نعمه ما هبطتش من كاشي، مشيت ديك تناكل غير شويه ما كناكلش تناكلش، دخلت في اكتئاب خايب ما قديتش، تنقول كيفاش انا غادي ناكل وما ماكلتش. وكان الناس تيقولوا لي شنو عجبك فيها، وحده عا كتخدم وحده ماشي شي حل في مستواك وماشي. تخيل واحد المره كان مع عائلته كلهم هو مريض، جاو يشوفوا وباسين تناكلوا شي حاجه بالمعلقه، هو يعني انا حبست وما كاينش معلقه وبغيت معلقتي، ما يقول لهم ويقولوا لي لا لا ما تيجيبوا لك ديك راه ديال العتيق، قال لهم دودو من عدو، يعني راه انايا يعني ما غاديش يعيفني، يعني كانت واحد المعامله من داك الشخص اللي واخا ما عطيتنيش حياتي كامله ما غاديش نلقى شي واحد بحال هكا. صافي الوالد بكى، امي بكات، جاو عندي تصدم وكلشي تصدم، تيقول لك ضعنا في داك الراجل ضعنا فيه. صافي بقيت هكاك ما قديتش نجلس في ديك الدار. كلشي ديما بالرحمه عافاكم، عافاك لكم وانت كلشي ديما بالرحمه عافاك، حيت هذا يستاهل الرحمه. اه فعلا، وكان هو اصلا تيدير الخير بزاف مع الناس البساطة، مع الناس البساطة اكثر. تخيل كان تما في برا وكيصيفط لي انا شهريه ديالي، وكيصيفط لي واحد السيد إلا سمع البرنامج غادي يفهم وغادي يعرف بأن راه فعلا كيصيفط له 10,000 ريال كل شهر، وتيقولوا لي علاش شنو تيدير لك، هو راه في واحد الزنقة بعيد علينا عزاز، تقول لي نتوما ماشي شغلكم، أنا كنعطيها له وماشي شهر ولا شهرين، ومدة 3 سنين هو كيصيفطها له شهريا عمره ما قطعها لي، تيقول لهم ماشي شغلكم، تيساعد الفقراء تيعطي إلا خرج تخيل كيشد الحوايج غاليين، حيت هو كان تبارك الله مسك عليه الله، تقدر يخرجها بالميكا ديالها، يقدر يهز كوستين بالميكا ديالو ويخرج له شي واحد يعطيه له في الزنقة، كان من أطيب 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 الخلق، الله يرحمه. الله يرحمه ويغفر لك يا رب السلام. صافي يعني بدات رجعت أنا للمعاناة عاوتاني مني مات، جيت قلت في الدار شنو غادي ندير؟ ما عندي ما ندير. اشنو غندير؟ غنعاود نرجع نخدم عاوتاني في شي عند شي حد اخر. بديت عاوتاني كنخدم، خدمت عاوتاني مدة شي 10 سنين، صافي قلت الا دخلت شي بلاصه خصني نبقى جالس حيت انا عييت من هاد الحياة. صافي بديت مرت، ما كنخلي ما ندير حتى حاجه ما كتبهال، انه دوك الناس انا بالنسبه ليهم والو. تخيلت المعيور شدك وحده من شعرك، تخيل وحده شدت هذاك الموس
تخليتو وبغات تحطو لي على وجهي. قلت لي هاد الوجه اللي انت يا جالسه كتجاوبي معايا بيه والله الناس اللي خدمت عندهم من بعد ما هو توفى انا دابا ما بقيتش معاهم. صافي خرجت حيت صافي الدار يعني الفيلا غتقسم من الورثه او صافي خرجت حيت صافي يعني اللي كان حيت هو كان واخا كان هو اللي جمعهم بزاف هو اللي ديك عنده ديك ديك الشخصيه ديال انه كانوا كيحترموه وكان هو اللي جمعهم وهو اللي تيفرض شنو يكون شنو ما يكونش. خرجت خدمت عند واحد الناس اخرين وهذوك الناس زادوني عادات عادات درجة واحد النهار شربت الدواء باش نموت وما نمت اقسم بالله شربت الدواء ديال الفار باش نموت وما نمت درتني غير المعدة وجاتني حرقة صافي والدوخة وما قلت حتى شي واحد والناس تخيل خويا بدر حتى نموت ما بغيتنيش ديك الفقصة جوني الكواتر ملي مشيت دوزت يعني درت فاش دوزت سيدوز لك على كلشي تتقول لي الطبيبة راه عندك كرة في الوالدة راه عندك شي حاجة قلت لي ديك كرة وجهها تلون قلت لها وياك عادي زعما قلت لي أغي أنا راه أنا طب العام سيري عند اختصاصي عندي سيرة بنتي عند شي اختصاصي ديال الوالدة. بالفعل مشيت لواحد الكلينيك دوزت حدا الخدمانيك اللي كنت فيها دوزت قال لي غادي ديري هاد التحاليل وديري ما بغاش يقول لي قال لي غادي ديري التحاليل وديري هاد الراديو واجي عندي وجيبيهم والفي ملي رجعت عندو قال لي شوفي بنتي راه عندك ماشي وحدة عندك بزاف وراه عندك داك المرض قال لي نقولها لك بصراحة قال لي راه عندك داك المرض ولكن رغم يعني ما منتشرش إلا حيدتيها في مرة حيت الوالدة ديالك راه غادي يكون عندك حتى مشكل. انا ما قديتش نوض من الكرسي اللي قال لي تخيل انا ملي درت لي ملي تزوجت وما عنديش الدراري انا اصلا كنموت على الدراري كتفيه والله الا يكون عندي الدراري قلت لي شنو كتقول زعما ما يمكنش قال لي الا بقيتي بيه راه غادي يمشي ينتشر لك وغادي يدلع لك في ذاتك انا ملي دابا في هاد البلاصه راه الا حيدتيها راه ما غادي يكون عندك حتى شي حاجه وبقات لي يهضر معايا وراه ماشي الدراري وراه يمكن توليهم وما يكونش فيهم يعني بحال كيهيئني نفسانيا وانا ما عارفه راه ما يمكنش هادي راه صدمه اكثر من الاولي يعني بخاصو يحيد لي الوالده خاصو يحيد لي الوالده قال لي واه انت يا بنتي سيري وفكري يعني طول تنحس بيه داك النهار بحال كيواسيني قال لي انت سيري وفكري ولكن حاولي ما تعطليش ما تعطليش على راسك صافي انا رجعت للخدمه بقيت جالسه تنفكر ما قلتهاش للوالد ديال اخوتي لا حتى شي حاجه قلتها الا لواحد السيده قلت لها شنو قالت لي شوفي بنتي راه الدراري تقدري توليهم ما يكونوش لك ولا ما يعطيهمش لك الله ولا شوفي انت صحتك صافي رجعت قلت لي واش ضروري قال لي شوفي انا غنوعدك انه ملي غادي نفتح ما غاديش نبان لك كامل غنبان لك غير نص ملي غادي نفتح الا باليا انا شي رانا غنطلق ونخليك كان ما يمكنش بنتي غادي نخليها يعني. وبالفعل وما قلتش لوالدي حتى حددت النهار وكلشي وخلصت حيت انا درتها في كلينيك تلفت الفلوس وكلشي ودرتها في كنوبة باش نمشي لداك السميس حيت ملي مشيت قالوا لي خصك نوبة بعد الرونديفو باش تجي باجي خص الرونديفو من دابا 6 شهور وانا غنبقى نتسنى 6 شهور باش توصلني النوبة وعاد باش عاوتاني يهيئوني العملية ولا واش ديري الراديو ولا جيت قلتها لهم في الليل قلت لهم انا غدا الصباح عندي واحد العملية باش تقولي قلت لهم هادشي اللي عطى الله وها الوراق وها التحاليل وها الراديو وها كلشي السكانيرات غير ما تخلعوش انا ما بغيتش نقولها لكم قبل باش ما تمرضوش تخيل اخويا بدر انا من صغري وانا ما كنبغيش نمرض حتى شي واحد ما كنبغيش شي واحد يهز معايا الهم ولا يتألم كنبغي نتألم غير وحديتي
الوالدة مسكينة بدات تبكي وتعصبت مفطرهوش داك الصباح. صافي مشيت وسط العملية، كانت واحد الطبيبة معاه، مرأة وهو طبيب وجوج أخرين أطباء. بدا العملية ويقول لي شوفي يا بنتي راه أنا راه غادي نحيك لك داكشي كامل بغيت تقبلي. تنقول لي تنحرك على راسي، أنا مقدرتش نقول ليه لا. تقول لي ديك الطبيبة اللي معاه راه ما يمكنش بنتي، راه ماشي لمصلحتك، راه ماشي لمصلحتك، راه غادي تموتي إلا بقيتي هكا. صافي سكت. هو يقول لهم ما يمكنش، أنا خصني نعتق هادي اللي بين يديا. وجاتني يعني اللي مراجعات يعني الدم بدات تقول لي الاسبيراتور صافي صافي يلا يلا يعني حيد لي الوالده. خرجت نبكي، دابا هما كيحسبوا لي نبكي من حريق البيج، انا راه كنبكي من الصدمه. الاول قلت لي مره العمليه كيف ما قال لي الطبيب، قال لي راه كتاخذ شي 5 سوايع ولا 4 بحال هكاك. يعني انا فاش حيدها لي حيت كنت بقيت نقي غياخذ وقت. انا دخلت ساعتين ونص خرجت، تقول لي واه انت راه العمليه كما تعطلت كيف ما كنتي كتقول لي الحمد لله. تقول لي صافي بقيت ساكته. انا كنت قبل كنهضر معايا واحد الراجل، يعني قبل العمليه هضر معايا واحد السيد اللي هو داك الراجل ديالي، هضر معايا تعرفنا هكا في الفيس، بقينا تنهضرو. تقول لي انا راه بغيت نتزوج بيك راه صافي. وفعلا كان خطبني تيفون، دار فيديو خطبني منهم وقرا الفاتحه مع امي. ولكن انا واخا هكاك ما دايراش بالي قبل العمليه، انا ما دايراش بالي، تنقول هادشي ديال الهضره راه هي هضره. ملي خرجت من العمليه قلت لي راه شنو طرا شنو طرا، قال لي انا راه انا حيت هو مزوج ومطلق. قال لي انا الدراري عندي، رغم انني كنت كنتمنى تكون شي حاجه منك. تو بقى كيصبرني، ما اللي كيهم هو صحتك اللي كيهادي، وراه ما عرفتش شنو غيدير ليكم. ولكن اخويا قدر صدق لي الدراري تفضل لي كل شيء. صافي بقيت ساكته ما قلت ليهمش، نقول غادي نقولها للوالدة غادي تمرض وغادي تأزم، وكل ما يتأزموا نفسانيا وغيبقوا ديما يشوفوا في يدك مسكينة وهزي الهم. صافي اللهم غير أنا بوحدي تهز همي حسن من نتقل عليهم تا هما. صافي بقينا هكاك، قلت لي صافي واخا أنا قابلة إني نتزوج بك وغنجي عندك. صافي مور العملية بشي شهرين قلتها للوالدة، قلت لي غادي نمشي عندك سيد، قال لي ورخصو ويجي يديك. قلت لي والظروف ديالهم ديال تما ماشي بحال ديالنا، وفيتهم طايحين والمهم هو انهم مزيان ورانا غادي نكون مأمنة وما تخافش عليا، راه كيف ما الدنيا حكاتني رانا غادي نعرف نسلك راسي. ما بغاوش الامر في الاول، ما بغاوش تقولوا لي علاش انت اخترتي تغربي قسما بالله الا بغيتي، واي ام غتحس بيها. تنقول بغيت نرتاح، بغيت تكون عندي داري، وانا عارفه في الاخر ما كاين حتى شي واحد اللي غادي يهزني. صافي وليت عييت هذا الراجل اللي فعلا يعني شاريني باغيني، ماشي غير هضره ولا باغي تفلا ولا ديك الهضره الخايبه. صافي رجعت سمي وليت لعباس، خدمت مده عام على اساس صافي راني غنوجد راسي غادي نمشي عنده. وقلت لي انا راه ما غاديش نقبلها لك حتى نكتبو وما ندخلش عندك لدارك. قال لي صافي داكشي اللي غيكون، شنو عند واحد خطوة كبيرة. كتبنا عندها العقد، جاب المحامي وجاب العدول ديالهم، كتبنا العقد وكل شيء، وعاد مشيت معاه للدار. يعني كان داكشي كله كيف ما قال لي صراحة، يعني استقبال زوين وعائلة محترمة وكل شيء. حاجة واحدة انني انا داك البلاصة ما عجبتنيش وما تقلمتش معها دغيا، يعني جاتني صعيبة.
والغربة وراك عارف غادية بوحديتي، ولكن أنا شنو تنقول؟ تنقول ماشي مشكل، أنا يا صافي ننسى راسي، أنا غادي نعيش، أنا سافرت نسافرت لأمي وبا يجيو عندي يسافروا، وداك التكرفس اللي تكرفست الوالدة وتكرفس با، ندير لهم شي حاجة اللي بقاو يجيو تاهم من بلاد أخرى ويسافروا ونتهلا فيهم ونخرجهم. تنقول صافي يعني أنا غادي نعيش على وديتهم، هذا هو المقصود ديالي. تسعى داكشي كل اللي أنا خطت لي حاجة ما صدقت، مشيت بالفعل عشت مع غير المزيان شوية، ديك الطريقة ديالو ما تقبلتش رغم أنه نطلق طلق ثالث، ما تقبلتش أنه يتزوج ويجيب وحدة بقى عزبة وحدة من بلاد أخرى. يعني بالنسبة لي هو بحال إحنا جات وحدة من أمريكا ولا يعني شي حاجة اللي زوينة بزاف، علاش بدا تدير له المشاكل؟ دعاته تحبس يومين، عندهم تما وما عندهم تما، عندهم بزاف في الحكم ديالهم. البنات تاعي واحد النهار خرج انا وياه، شدتني وحده دفعتني طيحتني يعني ضربتني، ما بغيتش نزل. شكون هادي؟ علاش شنو غادي بنته؟ بنت الراجل اللي انا متزوجه به. قال لي ما تجاوبيهاش، هي بنته كانت حامله حيت هي بنته كبيره، انا ما بغيتش نهز يدي باش ما تقولش ربا جاب وحده كتعدى علينا. يعني انا هادشي كله على وجهه صبر على راسي، وما كنعاودش لخوتي ولا لوالدي تنقول لهم الحمد لله. وفعلا انا في داري مرتاحه، هو مفهمه معاه مرتاحه معاه، لقيت فيه يعني كراجل ماشي كحياه ديال البرا يعني مع الناس، كراجل يعني في الدار محتار مني اللي طلبتها تيجيبها بطبيعتها على قد ما كيخسر ليش خاطري، يشد لي الخاطر بزاف، تنتقلق على ديك البلاصه تنقول لي انا ما ولفتش تشد لي خاطري. يعني كنقول ها هي راه مقدره لي من واحد الشيها، وهالمشاكل انا دوك الضغوطات بغيت نهضر بغيت نعاود لشي حد ما قداش. خوتي العاود كي نقول لي انت اللي بغيتي وانت اللي قبلتي وانت اللي بنتي راسك وانت اللي حنا عين ما نقول لكم ما بغيتيش تسمعي لهضرتنا. بقيت هكاك يعني في 2021 الوالدة ديالي مرضت في رمضان، في رمضان مرضت، تخيلت انا نهضر معها في الليل لغد لي في الصباح تا كنلقى امي ولات وحدة اخرى، ولات وحدة اخرى اللي انا سافرت و تنقول انا ارتاحيت و غادي نستفت لها و نخرجها و نسافر. طاحت كانت صحة سلامة ما عندها حتى شي حاجة، طاحت ما عرفتش جيت تصلي، طاحت داوها للسبيطار قالوا ليهم عندها طونسيو، و راه ماشي طونسيو راه طرطق لها العرق في الراس، طرطق لها ديك الساعة عرق في الراس، رجعوا قالك الطونسيو راه عطاوها. تنقول ليهم ديوها للسويسي، بقاو شي خمس ايام يداوها للسويسي، قال ليهم سيدا مطرطق لها العرق شحال من نهار، حيت صافي يديها طاحت عينيها طاحت كلشي. انت تقول لي ما طلع لبنتي، واصلا قبل تقول لي واجي نوصيك راه غترجعي وما تلقينيش، تقول لي وامي شنو تنقول؟ تنقول راه كبدتها كتحرقها، تقول لي غنرجع ونلقاك وانت اللي غتجي عندي وان شاء الله وادي وادي. تقول لي راكي غترجعي وما تلقينيش على بيله، اجي نقول لك ونقول لك وهانت ردي البال راسك وديري وديري. تخيل خويا بدر من النهار اللي ماتت هنا ما كايناش، يعني انا ميته حيت كانت واحد العلاقه بيني وبين الوالده مختلفه بزاف، كنت متفشاها بزاف، خوتي كل ما ردوا لها البال، ولكن انا كنت عرفتي اي حاجه حتى غير تكحب مالكي نديها للطبيب نشري ليها، يعني تدوك الحوايج الصغيره اللي هي كيعجبوها ما كاينش اللي كينتبه لهم، انا كنتبه لهم وتنجيبهم لها، وكتقول لها تقول لهم النهار اللي مشيت تيقولوا لي هنا تيقولوا لي تقول لهم مشات الحنينه اللي كانت كتحن فيا. كون عرفت هكا كون ما مشيتش كاع، كون عرفت امي انت غتموت مورا، ما لقاش فيا قسما بالله، قصة عطراش فيا بزاف. بقيت
هكاك قالوا لي خصها دير واحد العمليه نغسل لها داك البلاصه فين طرطق العرق ونكويوه. دارت ديك العمليه هي في الانعاش الاول، هي غتفيق ما فرقتش فقط. تخيل الطياره كتقلب على الطياره اللي غنجي باش قبل ما يدفنوها، ما لقيت حتى شي طيار، ما لقيتش داك النهار. تنقول بحال هي عاقبتني حيت انا مشيت وخليتها طيارة. يا خويا برضو من هذا المنبر انا كنوصي كل واحد على مامتو، راه صعيب 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 انك تفقدهم. تسمع شي واحد ماتوا لي وليدي كيبقى فيك، ولكن انك تجربهم ما كاينينش في الحياه، ما كاينش مصعب منه. كيف تخيل وانتي كتسيبي وانتي شوفي بالتليفون يعني مسلمت عليها ما حملقتها بستامتها اللي كانت هي الروح ديالي. جيت نهار كتير نهار كتير مسلمت عطي صافي بيت نحمق ما كتلقاني في الدروج. قلت لك نلقاها كتطلع لي من الفوق، قلت وجيت اتيت وجيت القهوة وتسناني. جيت ما لقيتهاش، لقيت بلاصتها خاوية، لقيت حوايجها، لقيت شحال من حاجة كديرها. انا كنحس بحال عاقبتني، تنقول حيت مشيت وخليتها انا جيت ما لقيتهاش. ولكن انا مشيت تقهرت خويا، الحياة تقهرتني بزاف تقهرتني بزاف. مشيتي معاك مشيتي معاك مشيتي معاك مشيتي معاك مني بقي الوالد مرض، مرتوى بالصدمة ديالها. أبعد قبل أن نتزوج كانوا كيمرضوا بجوجهم قدام الطبيب، لدرجة واحد الطبيبة تقول لي ورا مالك انتي واش غير كيكحبوا تتجري بيهم لهنا؟ راه تنقول لها لا ندير تحاليل ندير راديو غير نشوف شنو عندهم، حيت الوالدة كانت مرضات من المعدة الله يرحمها وكانت ديها الطبيب وما كان يعني. شوف أنا تنقول النهار اللي طاحوا ما لقاونيش، النهار اللي طاحوا طيحة الخيمة ما لقاونيش. انا كنت كنجري بيه في اي حاجه، ومني مرضوا المرضات الخايبين ما لقاونيش. زعما واش هادي عقوبة من الله عليا خليته ما عرفت. مرض الوالد دينا درنا له العمليه في كلينيك على الغده، بالفعل حيدهم. حنا كان كيحسبنا حيت الصوت مشى ليه، كان كيحسبنا راه فعلا هما اللي دايرين له هكاك. انت كيخرج الطبيب في وسط العمليه تيقول لي الوالد راه عنده شي حاجه في الحنجرة، اشنو هي الحاجه؟ راه عنده المرض. الله يا ربي الله يا ربي لي ولكن تيقول لنا دابا راه ما عندكم ما ديروا، حيت خصو 3 شهور ولا 6 شهور باش يرتاح ما بين عمليه وعمليه، ولكن ما تبعوش لي غتمشيو للسويسي داك مولاي عبد الله ديال السرطان راه هو اللي تيتبعو فيه. هو الوالد ديالي الله يرحمه كان كيكمي، قال له شوف الا حبستي الكارو من بعد هاد العمليه اللي درت لك راه داكشي ما غاديش يتزاد، وانا غنعطيك واحد الدواء ويقدر يداوى. الوالد ديالي مني فاق من العمليه عاد بدات كتسرى معاه المود ديال مي
جاتو الصدمه تيقول لهم انا يعني راه خوات عليا الدار حيت كنتم في الشاي بزاف. تخيل دوك العيالات ديال زمان اللي كيكافحوا كيفاه انك تحاس معاه وهو فاش كان مريض وخلتنا مجموعين تعبت وتكرفت وما نقول لك كون نعاود لك الحياه ديالها كامله راه ما نساليش. تكرفست وصبرت يعني داك الصبر ديالها ما كنظنش غيكون عند شي حد اخر. احنا وبناتهم ما عندناش داك الصبر ديال الله يرحمها. صافي تاع الصبر راتي كمين تقول لي راك باغا تخرج على صحتك تقول لي انا يا ريت لو كنت عين مشيت معاها. انا شغل نجلس نقول لها احنا محتاجينك تيقاوم شي شويه في هذا شويه داك الشيء زاد. بقيت انا شي 3 شهور رجعت سافرت لداري حيت الا بقيت هنا الوراق ما غاديش صافي غير تسالي ليا. رجعت على اساس صافي راه خليته بخير شويه كيقول لي خويا الوالد راه صافي مات وصلوه بالامبيلونس ميت. قال لي داروا لي تقبص عنقو باش يتنفس بحال باش ترجع فيه الروح. كيفاش قال لي راه داك المرض راه صافي انتشر راه تنفخ ليه بزاف درنا له تقبص عنقو باش يبدا يتنفس. ودابا سير دير التحاليل وتسنى الرونديفو وتسنى وقتاش يخرج لك هادشي وراك عارف داكشي ديال السويسي هنايا اللي يطرا يطرا بقوة ما داكشي تيطول الرونديفوات وكيبقى يتسنى ماوصلوش داكشي غادي تنتشر المرض تنتشر. قالوا لي شوف غادي دير عملية غنحيدوها لك غتكون لاباس وغنسدو لك ديك التقبة اللي درنا لك فعنك. مني جا وصلت النوبة تخيل 6 شهور عاد باش وصلت النوبة. مني وصلت النوبة قالوا لي تنفخات وشدت لك في العظم ديال عنقك ما يمكنليناش نديرو لك العمليه. اش ما غدير غدير الشيميو صافي غتبدا دير الشيميو. بغاو يركبوا لي واحد لاباري ديك البراز القتلي مشات له زلقات ليهم مشات له في ذاته وراك عارف البراز ملي كتزلق تتبقى حيدوها لي من فخدو. حيدوها لي من فخدو بقى هكاك ضعاف ولا حالته. تنشوفو انا في التليفون بغيت نرجع الا رجعت ما يعاودوش يدخلوني تما حيت انا باقي ورقي في المحكمه يعني باقي ما طلعش ليا الورق كله حيت العقد حنا ما كنتزوجو في المحكمه. تيقول لي راه الا مشيتي ما غاديش يخليوك تدخلي غتعاودي كلشي من جديد. تقول لي خويا مشيتي لشي دوله هادي؟ مشيت لمصر. مشيتي لمصر اوكي. جوجتي مصري الوالده مات. جوجت مصر انا الوالده فاش مات اش ماتت انا ما شتهاش جيت. فهمتك دابا يعني تعملي شي بلاصه في المغرب. لا كنت شهور جلست هنايا جديد العام. فهمتك. داروا لي ديك عنقو وداك المطول. الو صوت ديالك تيتقطع. صوتك تيتقطع كعافك بدي بلاصه عافاك كلشي خليه جاي مش قولي كومونت راه تبلوكا ولا كلشي كتب غير المدينه ديالو على الاقل عافاكم حيت لي كومونت راه تبلوكا كي اللي ما تيطلعو ما تيقراوش لي كومونت ديالكم عافاك كلشي في دقه واحده يكتب المدن ديالو وكلشي بقى يبرك على قليه. سمحي لي قاطعتك. ماشي مشكل خويا بكر. قلت لك بدا شويه كيولي لاباس. قال لي راه خويا راه ولا لاباس وليت كنهضر معاه تيحط يدو على عنقو تيبدا يهضر. رحت قلت له صافي الحمد لله ولا لا شويه ارجع كيف ما كان. صافي انا جيت قلت له الراجل قلت له صافي خصني نمشي عند بو ما يمكنش نشوفه في هذه الحاله وما نجيش انا قبل ما نسافر عند الراجل حيت انا ما بغيتش نطول عليك تنختصر. انا كنت تلفت باش ندي الطياره وقلت له راه هو اللي صيفط ليا علاش حيت انايا باغي نستقر وما فلوسهم تما وخي صيفط لي ما عرفت شنو ما غاديش يعطيو حتى شي حاجه هنايا. قلت كيف ما المغربيه تيكافحوا تيتعاونوا مع رجالتهم اللي كيهم هو انه تكون مرتاحه في دارها. رجعت مني رجعت والد حالته بقيت مقابله قلت ما عرفتي شنو هو تيبقى مسكين عينه عزمتي اللي كنبدل ليه ونغطيه ونصوبلو انا نشوف شي خدمه نعاون راسي ونخلص داك الدين اللي عليا. بديت كنخدم كنخدم بنهار كنمشي كنخدم في واحد عند شي حد تنجي تنقابلو شويه هو ينعس في السبيطار تيمشي تيدير الشيميو تيجي عاوتاني تيجي صحتو غدا وكدهور غدا وكدهور. تخيل كنبات معاه في السبيطار اللي كلها رفيقه وكنمشي مع الستة الخدمه وكنجي مع الربعه د العشيه. تخيل كنضل واقفه والليل كنبات
ظهرانه وما كلناش وما حسش بلايا. تنقول لي غير ولي لي بلا بس ما حسش بلايا. كيف فرحتي يقول لي والله رد عليك بنتي وانتي جيتي شتي كني. نقول لي بركم ما يتشراو مراتهم قابلين. قال لي ما دخلوش من جهدو ولكن هما بهم الله رحمهم كانوا كيحسوا بواحد الحالين من جيتي انا مختلف بحال انا يا معاتش عندي واحد العلاقة معهم مختلفة على خوتي. خوتي ما خلوش من جهدو ما قصروش. شوية كتلب لنا واحد الراديو تيدير مليون. مين غادي يجيبوا هاد المليون؟ كل مرة حصة كتخلص فيها 13000 ريال زائد دير سكانر وكل صيام أنا ما كيبغي يدير داك الشيمي وكتعاود واحد الراديو وكتعاود جوج تحليلات هما كانوا ثلاثة ونقصوا لنا ولينا كنديرو غير جوج تحليلات. مين غنجيبو هادشي؟ خواتاتي ما خدامينش مجوجات خويا خدام تقهر شكون كي غادي نديرو لهادشي؟ هاديك السيدة اللي أنا خدامة عندها تلفت من عندها مليون ونص وحدة بنتي بنتي تلفت من عندها 100000 ريال. كان خدم كان رجع تندير بقينا 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 يعني واحد النهار وانا نقول طبيبة رجلي تنفخ يعني شحال جلست معاه في رمضان في الأول ديال رمضان 15 يوم ديال رمضان كلها دوزناها في السبيطار يعني حنا صمنا في رمضان صمنا في السبيطار ما عرفناش في الدار كي داير حيت دخلنا في السبيطار قبل رمضان بيومين ودوزناه تما. نقول ليه نخرج في الدار تي ونصوم تيقول لي شوف الله شنو غادي يدير ما تيهضرش غير بيدي تيقول لي شوف الله شنو غادي يدير. تقول لي انا ربينا بنتي ما غاديش نمشي للدار نخرج من هنايا لداري الاخيره. تقول لي ان شاء الله غتولي لاباس غتبرا وغادي ترجع كيف كنتي انتي. تيقول لي واه يسمحوا لي رانا عذبتكم. حنا رويت نفخ وانا نقولها للطبيبه هي تعيط لي قالت لي لا لاباس لاباس. بدا صدرو كيتنفخ ليه الطبيب تنقول داك اللي كيجي تلو كيخوي لي صدرو تنقول ليه زعما شنو هاد الشيء شفتي تقول لي لا راح يضربوا البرد ما بغاوش يقولوا ليا. الطبيبه قالت لي راه لاباس شويه وهي ترجع عندي قالت لي اجي اجي. دخلت من البيرو قالت لي ما نكذبش عليك الوالد ديالك راه حالته راه صعيبه زعما يديروا في بالكم وما تسموش الشفاء ديالو. قالت لي راه المرض صافي راه تقلع عليه وحنا ما لقيناش ما لقيناش الجهد باش غادي. عرفتي داك النهار ديك الليلة قصدنا كتهز في الجربة ديال الصبيط وقلت نتسنى هادي يخرج تولي لاباس تقول لي الطبيب راه تخيل كتقيل الصعيبة وتجي ما تنفطرش تجيب الفطور من الخدمة ولا ختي تجيب لي الفطور ولكن ما عنديش الشاي. تنقول فاش انا ميتي مشات وباتا وغادي يمشي علاش ربي هاد الصدمات كلهم. نهار 13 في رمضان صافي قالوا لي عرفتي شنو غنديرو لك الدواء. قلنا ليها واش هاد الحصه غيقدر عليها؟ قالت لك صراحه ما يقدرش. قلت لها ما غاديش يقدر بلا ما يديرها. قلت لك ولكن حنا باش ما نقولوش راه ما درناش الدواء راه يمكن داكشي. قلت لك غنديروه لي داروه لي خرج مهلوك صافي خرج مهلوك خرج مهلوك فرحان داك النهار. قلت لي صافي برا غادي يخرجونا دابا. قال لي بصح ولبسني لبسني حوايجي باش نمشي وحاضر الشرجم تيقول لي وعندك ما يحيدوش هاد السيروم. تنقول لي راه غيسالي وحاضر تيقول لي باش تمتعطلو باش غنباتو. تنقول لي راه غادي نمشيو. جبنا الدار وكي يشوف بعيني عيني كيدور في عيني علينا كاملين وتيهبطو ليد. تيهبطو ليد الدموع من عيني وتنقول لهم ربي راه كيهبطو ليد الدموع. تيقولو لي لا راه هي المرض اللي كدارلو هكاك. وانايا انا قلت لك انا قاريهم بزاف يعني والديا حاسه بهم. تنقول لهم والله تديك الدمعه ديال البو ديال الواد. تيقولوا لي لا راه حيت المرض راه عينو كدمع. صافي يومين من بعد تاد علي الحال مشيت جبت واحد الطبيبه طب العام حيت ما كانش كنقرب المغربي والدم. قلت لها عافاك اختي قلت لها ما كنمشيش انا للدار. تنبوس لها في راسي تنقول لها عافاك غير اجي خلص لك اللي بغيتي غير اجي دوزي لي. قلت لها ما كنهضرش انا على الفلوس. جيت شافته هي عرفت غادي يموت.
قالت لي ما راه لاباس راه عادي راه حيت ما كياكلش. قلت له واش ندير السوسي؟ قالت لي لو تدي غدي باش ما يبقاش فيك الحال، وهي راه عرفت غادي يموت. انا ما ديتوش، بقيت مع خوتي الا الا قالوا لي انت غدا وتدي للطبيب هاك كل شويه نمشي للطبيب. انا حيت اي حاجه تقول لا يلا نديه دغيا صافي خليه ده. لا غد لي زاد عليه الحال في الليل. اختي قالت لي عطينا الناس حداه اليوم غير سيري انت للجهه الاخرى نعسي باش ترتاحي. بالفعل الصباح نط انا اصلا ما نعسش، يعني الصباح نط طليت عليه ناعس مشيت للخدمه. دوك تعيط لي مع جوج ونص قالت لي ربا بنت الله يرحمه يا ربي ويسلم. تخيل اخويا بدر ما حضرتش لي فوتو بجوج. كنتي في الخدمة؟ كنتي في المغرب هاد المرة يا؟ أنا كنت في الخدمة غير بيني وحدي، ولكن أنا بغيت نكون حدا راسو، كان خاصني نكون حدا راسو. صافي جيت، عرفتي تخيل خارجة هكاك من الخدمة وجاية حنان، صافي إن شاء الله. عرفت راسي شنو طرا ليا. جات السيده هزتني بالطوموبيل وتتخطفي تقول لي ولي ملكي. صافي جيت نشوف بو اصلا بقى فيه ولا عنده تخيل ما بقاش فيه. صافي دوزنا الكنزه ديالو. تخيل خويا بدر ملي كيمشيو لك والديك ما كيبقى حتى واحد يطلع لك ولا يسول فيك، تبقى حتى شي واحد يسول فيك. صافي في داك النهار تاني يوم مشاو اللي مشاو اللي بقاو قلال مني. من بعد عندو كيتيام ما نديرو، قلت لهم لما نغدي الكيتيام ما كاين حتى شي واحد شكون غادي يجي؟ قال لي كنقول لهم طرشو تيقول لك لا راه من بعد ما يمكن ليناش نرجع. صافي خرجنا داك الشيء في سبيل الله الزنقه درناه وخرجنا للناس. صافي دازت مشات هكاك ولا تحكيت. انا وليت كنفكر في الانتحار. مسكين امي راجلك ما جاش ما عمرو ما جا ما دارش. تنقول لهم راه الظروف ديك. الو كلشي بالك الانسان كيفاش؟ الو بحال هاد البلدان العاديين ممكن سمعك اخويا. لا تسمعك دابا كملي ليا. تقولوا لي راجلك ما جاش ما دارش، تنقول لهم راه الظروف ديالو هو ماشي بحال ديالنا حنايا، هما راه ما كيطلقوش ليهم الفيزا باش يدخلوا للبلاد دغيا، راه خصهم شحال وعاد هادي وعاد. صافي بقات هكاك دازت شي من مور انا قرب العيد الكبير جا الراجل باش يعزي عزا وقال لي ويلا. قلت لي انا راه عندي الكريدي خصني نحيدو. قال لي ديري الكريدي. قلت لي ديالو والديا راه با بقى لي الكريدي خصني نخدم ونخلص مع خوتي. قال لي انا غادي نعطيك حتى الاخر ديال شهر تسعود الا جيتي مرحبا، ما جيتيش راه صافي غادي نتفارق انا وياك. دابا انا كي غادي ندير اخويا بدر؟ ونسيت هزه من عندها مليون ونص اللي كنخدم عندها وكنخلصو، كي غادي ندير دابا انا في هاد الشهرين انني نخلص هاد المليون ونص باش نمشي لعندو؟ يعني باش نقول لك ان الحياة ما بغاتنيش. يلا ما تسأل الوالد شحال دابا باش ما نسول الوالد ديالك؟ هاد النهار 15 في رمضان. مسكين ربي يسالي. يا ربي امين. وراجعك رجع لمصر؟ راجلك رجع لمصر؟ رجع وقال لي خصك تجي. قال لي حيت انا ما غاديش نكون انا مزوج وما مجوش. قال لي خصك ترجعي. ما كاينش زعما خوتك يتكلفوا على ما كلهم كلهم غرقوا حيت داك المرض اللي لا يعطي شي مسلم. حيت حنا يعني ناس عاديين ماشي زعما مثلا تمشي تما تدبر على شي خدمه من تما وتصيفطي واخا هما ما عندهمش شي فلوس ولا شي حاجه. لا فلوسهم طايحه اخويا بزاف. فلوسهم طايحه بزاف كاع طايحه.
دابا انا ما كرهتش شي حد اللي باغي يدير الخير، انه حيت انا ما بغيتهمش يعطيوني في يدي. تنقول لي ربي نزل شي معجزه يعطيني حتى شي حد في يدي، ماشي يعطيهم للناس اللي انا واخداهم من عندهم. ما بغيتش انا في خبر كل مره حتى شي حاجه من عندي. عندي 2 مليون، 1.5 مليون من عند السيده اللي كنخدم عندها، و 100,000 ريال من عند وحده من العائله. تنقول انا ما بغيتش، تخيل ما بقيتش كنشوف لا في الحوايج لا في الماكله لا في، وليت تنقول صافي حيت فعلا ما كيمشي ولا كولي. شنو نقول لك؟ هاي 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 كلشي داير معاه فاكم، اي واحد يتفرج كلشي داير معاه. الله يجازيكم بالخير، كلشي داير معاه. مريم نعم خويا يمكن نمشاو لك بعد النعم، ولكن نعم الله راه لا تحصى، بزاف ديال النعم. الموت علينا حق، سواء شحال ما كبقاو معاك كانوا واحد النهار غادي يودعوا، واحد النهار حتى انت غتودعي. هذه راه سنة الحياة. ولكن غادا ولكن فرقهم صعيب اخويا باطل. شنو بيان سور فرقهم صعيب، ولكن ولكن بعض المرات ما خصناش نكونوا علانيين. بعض المرات راه الناس الموتى تكون رحمه، فاش الواحد تشوفو تيتعذب قدامك راه ماشي حب انك تقول خاصو يبقى. بعض المرات الواحد فاش تشوفو تتعذب تتكون الموت رحمه، هي قاصحه ولكن راه الرحمه تتكون رحمه ليهم، انك تشوفي تيتعذب ومريض وتيتقطع ما سهلاش. الوالد تعذب مسكين، وكان تيقول تيقول يعني يا ربي تاخذ روحي. تنقول لي دابا تولي لبس، تيقول لي لبس كون ربي اختار الروح ديالي حيت صافي عييت. تذكر كيتعذب ما تينعش وما كيلقاش راحتو في حتى شي حاجه وما كياكلش. واخا مريم الا بغا شي واحد الرقم ديالك نعطيه لك. اه مرحبا. انا والله ما كرهت، انا في مدينه سلا. أنا عارفة بأن الحمد لله يعني المغاربة قلوبهم كبار وكيديروا الخير، ولكن يعني ماشي واجب على أنني نطلب لشي حد. ولكن أنا كنقول كاينين محسنين وكاين اللي كيبغيو يديو الأجر، وهذا راه غادي يكون يعني صدقة جارية عمرها ما غادي تنسى. أنا اللي كنطلب كاين شي حد بغي يعاوني ما غاديش يعطوني، أنا ما بغيتهمش، أنا غادي نمشي يخلصهم للناس، أنا ما بغيت حتى شي حاجة والله قسم. اخويا بدر بوك اللي بغى الرقم ديال مريم يتواصل معنا عبر الصفحه الرسميه بي اد اسباس اش اي ال اي لي بدر الهلالي، كتب لي غير الرقم ديال مريم بالاماره اللي مزوجه بمصري من مدينه سلا، ونعطيكم الرقم ديال مريم. مريم والله من قلبي تنتمنى ان ربي يفاجئها لك، فريمون بكرتينا قصتك، اثرتينا تاثرنا معك في قصتك، قصتك بصح تتالم. كنتمنى كل واحد يحافظ على والديه، واللي تزوجت بشي واحد ما تقولوش ام كل انا، لان الام ما غاديش تعوض له، وشي واحد ما غادي يعوض بلاصه الوالدين. وهذه خذوها مني بالتجربه، راه اقسم بالله الا الوالدين راه دقتهم راه ما يحسوا بها حتى يفقدوهم. حيت واخا الهضره ماشي هي انك تجربها، صعيبه كتحس بان الحياه كانوا هما والديك، بان الحياه كلها هي والديك. ايوا الله يرحم ليه ماتوا ليه والدي، الله يرحمه من اللي عنده ويخليهم ليه. مريم تتمنى من الله شي نهار تعيطي لي شكرا اخويا بدر، تشكرك بزاف على القصه، شكرا بزاف على البرنامج ديالك، وكنشكرك بزاف انك تخلينا نهضروا ونرتاحوا، والله يجعل سيدي ربي ديما يوقف معاك وديما يسر لك امورك. شكرا بزاف، الله يحفظك. شكرا لك مريم، مع السلامه.